هلا والله، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم وصلني طرد من شركة شوب فانز. طبعا شركة شوب فانز شركة شحن وتغليف وكذا، موجودة في امريكا، فجمعت عليها اشياء ورسلت لي هي. طبعا ما شاء الله طريقة التغليف والكرتون مرة جيدة. عن نهاية الفيديو حشرح لكم عنها شوية، بس دحين ندخل في الفيديو واللي هي 7 اشياء غريبة تقدروا تطلبوها من النت. اوكي يلا نبدأ برقم رقم 1. طبعا هذه المنتجات مو مرة غريبة، بس انه بدرجة نطلبها من النت، عرفتوا؟ اول منتج غريب اللي هي انكم تقدروا تسموا نجمة. كيف 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 نقدر نطلب من النت نسمي نجمة؟ الشيء الغريب اللي فيه انه يرسلوا لكم صندوق، فحيحدد لكم موقع نجمة معينة، وانت تخشوا على الانترنت على موقع تسجيل النجوم على اساس انكم يعني اكتشفتوها، وبس تسجلوا اسم النجمة على الاسم اللي انتوا تحبوه يعني او تبغوه. فاكتبوا لي تحت، انا لسه ما سميت النجمة، فاكتبوا لي تحت على مين اسمي النجمة، عليكم، على بطاطس، او ماي جاد طيري. او طبعا هنا جايبين خريطة النجوم، بس الشيء الوحيد اللي فهمته اني لقيت الابراج. اللي بعده، الشيء الثاني اللي غريب ومو مرة غريب بس غريب يعني نوعا ما، اللي هي مخدة على شكل واحد معضل اسمر. سو هذه المخدة مرة غريبة، اترك لكم التعليق تحت، علقوا باللي تبغوه، بس تقدروا تطلبوا المخدة هذه والروابط كلها تحت، مع انها مرة تضحك. بس اللي بعده، الشيء اللي بعده الغريب اللي تقدر تطلبه من النت اللي هو ولا شيء. يب، حاجة مرة غريبة من امازون لقيتها اللي هي ولا شيء، بس كده. طبعا هذه تقدروا تهدوها كهدية سخيفة كده نوعا ما، بس ضحك يعني، ما ادري، غريبة. الشيء الغريب رقم 4 اللي هو، تعرفوا ذاك الشيء اللي لما تشتروا شيء وبعدين طق 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 طقوه زي كده، هو ما ادري له اسم ولا ايه، بس المهم بلاستيك. فاللي عنده هوس غريب او شيء زي كده تقدروا تطلبوا ذا الكفر اللي هو كفر جوال، بعدين مع الطفاشه ومع الهوس فكوا الجوال او اقلبوا الجوال واقعدوا طقطقوا. طبعا صوته مو مره نفس الطقطقه هذيك حقت اللي من جد، بس يجي منه نوعا ما رهيب. رهيب. الشيء الغريب رقم 5 اللي هو مناكير التاكل. او ماي جاد، هذا الشيء مره ينفع للاطفال الصغار وزي كده. هو شيء فن وغريب برضو، بس المناكير دا يتميز انه عضوي، يعني زي ما تقولوا مصنع من الفواكه شيء زي كده، ما ادري، المهم. وبس طبعا في منه الوان وكده، وححط لكم رابط فيديو لصاحبتي توتا سوت ريفيو عنها، اكلتهم كلهم، ما ادري كيف تحس تاكل مناكير. لا مره مو طعم، مره لا. بس يب، هذا شيء مره غريب، وتلاقوا رابطه تحت. الشيء الغريب اللي بعده اللي هي هذه البطة، مو مرة غريبة بس تنفع كهدية يعني. طبعا هذه بطة صابون او صابون فيها بطة، ايش وات بطة بطتكم، كيف اشرح كيف اشرح. طبعا هذه البطة فيها فلوس، فلوس حقيقية من جد، تتراوح من دولار 5 ل 10 وعلى حسب يعني، فانتوا غسلوا يدكم مزبوط، بس عشان تطلعوا الهدية، بس عشان تطلعوا الفلوس. من هنا حاولت اغسل يدي اخرجها، مرة 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 تطلع. الشيء الغريب والأخير اللي تقدروا تطلبوه من النت، هذه العلبة اللي فيها محارة حية. Oh my god، صح، شايفين المحارة كيف حاطينها في علبة تونة؟ ما أدري شو يحسوا، بس المهم هذه محارة حية، وحاطين كمان جوتها لولو، وطبعا جنبها حاطين سلسلة يصير إنه تخرجوا من المحارة وتحطوا في السلسلة، وحركات بركات وكده. فزي ما انتم شايفين انا عانيت شويه، احس اني عذبت المحاره وانا اخرج اللولوه، بس المهم انه هذه هديه مره حلوه قد اهديتها كم مره لصاحباتي ومره عجبتهم. وبس هذا كان الفيديو حق 7 اشياء غريبه تقدروا تطلبوها من النت. ان شاء الله انبسطتوا، لا تنسوا تشوفوا الروابط تحت، واذا تبغوا جزء ثاني وصلوا ذا الفيديو 30,000 لايك. وبالنسبه لشركه شوب فانز، شركه شوب فانز هي شركه اتوقع روسية الاصل، بس لها فرع بامريكا. طبعا حاطين لهم مستودع في ولاية ما فيها ضرائب، فكده حتوفروا على نفسكم مرة اذا كانت الولاية بدون ضرائب. الشيء الثاني والثالث انها تجمع الشحنات لمدة 75 يوم، فاحس هذا الشيء انه مرة مهم انه تجمع شحنات عشان انه توفر على نفسكم. والميزة الاخيرة انها تشحن لكم من البريد الامريكي. طبعا البريد الامريكي مرة ما شاء الله سريع ورخيص، يعني خلال اسبوعين كده بالكثير والشحن عندكم. فصراحة مرة أنصح بيها، تغليفها مرة رهيب كمان. يلا سيو.